لطيفة، أنت ليه إحنا مصممة على اللي بتسوينا؟ يعني ما في خط رجع؟ أنا والله ترى خايف عليك إن تخسرين عمرك كله. وأنا لاقي غير حل وقلت له أبي أغير حياتي كلها. لطيفة تذكري أني حذرتك مرة ومرتين وعشر. أنا محرومة من كل اللي يرضيني معاك، وجليلك يا يعقوب ما يكفيني. والحين وعقب كل اللي صار للطيفة، وعقب ما نحكم عليها بالمؤبد، نعرضت مرة ثانية على الطب النفسي، واكتشفوا إن كل اللي كانت تسويه لطيفة ما كان من مسؤوليتها، مو مسؤولة عنه، واكتشفوا إن هي عندها انفصام الشخصية. انفصام؟ كنت واثقة من نفسي، واثقة من كل قراراتي. كانوا في نظري مجرمين، عيسى، فارس، يعقوب. طلع الحين يعقوب بريء. يعني أنا مو متأكدة إذا عيسى وفارس كانوا مجرمين. ليش؟ ليش خليت نفسي مكان القانون؟ أنا غلطانة. القانون قانون، وأنا بشر.